معاكم دكتور إيهاب النعماني، مركز هانوفر الطبي بالشارقة. بكلمكم دلوقتي عن إنقاص الوزن كيف بيتم بالعيادة. إحنا طبعاً إنقاص الوزن بيتم بالدرجة الأولى بالدايت، والدايت طبعاً أنا عارف إن هو كلمة مزعجة للسادة المشاهدين. طبعاً الدايت يا جماعة هو طبعاً أبسط دايت، هو كله واشربه ولا تسرفه. ده الدايت بتاعنا اللي إحنا دايماً المفروض نلتزم بيه ونمشي عليه. الدايت هيكون بالنسبة لنا هو اعتماد على مفضلات العميل من الأغذية، وطبعاً هيتعمل كل 10 أيام مش كل أسبوع أو كل أسبوعين حتى، وبيبقى فيه تغيير بناء على رغبة العميل، وطبعا النتيجة مضمونة. نقدر ناخد من 1.5 ل 2 كيلو في الأسبوع إن شاء الله عند الالتزام بهذا الدايت. هذا الدايت برضو بالنسبة للناس اللي عاوزين يعملوا زيادة وزن، بنعمل نظام غذائي بيفيد برضو في زيادة الوزن. ده بالنسبة فيما يتعلق بخدمة التغذية.